دوافي الحراق رئيس الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني. هذا اللقاء هذا يدخل في إطار طبيعة الحال تسلط الضوء على دور الإعلام في نصرة قضية الوحدة الترابية. ونحن نعلم أن هذا الوافد الجديد ديال الصحافة الإلكترونية هو وافد له قوته على مستوى الانتشار، على مستوى التواصل، على مستوى الإعلام بصفة عامة. فما زال الشباب اليوم هم يحتاجون إلى 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 تسليط الضوء كما قلنا على كل ما هو مرتبط بالقضية ديال الوحدة الترابية. وكاد اللقاء تحدثنا فيه على الإعلام الوطني كيف عالج القضية ديال الوحدة الترابية، واستحضرنا كذلك الإعلام الحزبي آنذاك كيف ساهم في بلورة والدفاع على الوحدة الترابية، إضافة الدور ديال صاحب جلالة الملك حسن الثاني طيب الله تراه، وفي تعامله إعلاميا في الدفاع على 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 قضيه الوحده ديال الترابيه ديال 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 بلادنا. كذلك استحضرنا الدور ديال صاحب جلاله محمد السيد نصر الله اللي واكب هذا العصر ديال الصحافه الالكترونيه. سلطنا الضوء على الحكم الذاتي، كيف تعاملت معه الصحف الالكترونيه، ورفعنا توصيات في الاخير انه يجب ان تكون هناك دورات تكوينيه لهؤلاء الشباب الإعلاميين الرقميين لتداول القضية ديال الوحدة الترابية بأوجه مختلفة، بأوجه تستمد رؤيتها وروافدها من الثقافة الصحراوية وكذلك القضايا الاجتماعية والسياسية بصفة عامة للصحراء المغربية. ونحن نعلم جيدا أن التطورات على مستوى التنمية، على مستوى الجهوية، على مستوى البنية التحتية لهذه الأقاليم عرفت واحد النهضة وواحد التطور كبير جدا، خاصة في الآونة الأخيرة. المشاريع اللي مقبلين عليها التي أنجزت والتي هي في طور الإنجاز والتي ستنجز في المستقبل، كلها هذه أمور يجب أن نتابعها نحن كصحفيين إلكترونيين باهتمام كبير، نصرة كما قلنا للقضية ديال الوحدة الترابية ببلادنا. وشكرا. مستشار الكونفدرالية الناشرين الصحافة والإعلام، أعتقد أن اليوم هو يوم تاريخي، لا سيما أنه تناول المشكل ديال الحراك أو القضية الصحراء المغربية من جميع الجوانب. جعلنا وجدنا أنفسنا أمام مداخلتين، مداخلة علمية دقيقة تتحدث عن مجموعة من الأشياء لا بد من اتخاذها للوصول إلى المبتغى الذي لا سيؤدي لا محالة إلى تعريف القضية الوطنية بالأساليب التي يجب أن نستعملها حتى مع شبابنا، والحال أن الشباب كما تعلمون هو عماد هذه الدولة، وأن جلالة الملك في خطاب سابق قد ألح على مساعدة الشباب لدرجة أنه أعطى تعليمات سامية للأبناك لضخ مبالغ مالية لهؤلاء الشباب، لأن نحن في أمس الحاجة أنه عماد. هذا من جهة. من جهة ثانية المداخلة الثانية هي كانت تاريخية، تناولت القضية منذ انطلاق كما قلت المسيرة الخضراء، عندما قرر جلالة المغفور له الحسن الثاني إعطاء الانطلاقة الأولى للمسيرة إلى يومنا هذا. فالحسن الثاني رحمه الله سماها بالمسيرة الخضراء لأنها فعلا مسيرة خضراء، لأنه من ذلك التاريخ قد حققنا إنجازات كثيرة. نحن لا نتحدث عن سمعنا بأن هناك من يتحدث عن بعض المنابر الإعلامية آنذاك، لأننا كنا نعيش مخاضا، يجب أن لا ننسى ذلك، أن هناك مجموعة من التوجهات، هناك أحزاب كما يصفها البعض يمينية وأحزاب يسارية، ولكن للجميع أقولها صراحة كلنا المغاربة سواسية بغض النظر عن انتمائهم، هم جميعا الصحراء وقضية الصحراء خط أحمر، الكل أجمع على أن الصحراء خط أحمر. ولكن ما حز في نفسي هو أن الإعلام الإلكتروني الآن يجب أن يعمله وكذلك الدور الأساسي
أنه هذا الإعلام ظهر مؤخرا في هذه الفترة كما قلت في المسيرة الخضراء، ما زالت هذه المسيرة قائمة الذات حتى مع جلالة الملك سيدي محمد، لأنه أعطاها إطارا آخرا وبرنامجا جديدا، البرنامج التنموي الجديد سماه برنامج التنموي الجديد. إذ كانت الانطلاقة أنه المغربي لا يفرط عن 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 شبر من بلاده. فحتى لا أطيل عليكم، إن هذه الندوة كانت ندوة رائعة، وكانت ندوة بامتياز، لأنها تناولت المشكل من جميع جوانبه، سواء الجانب التاريخي ولا الجوانب العلمي، ثم تحدثت عن دور الإعلام الإلكتروني، لأن الآن نحن بصدد هذه الكونفدرالية التي أتمنى لها إن شاء الله النجاح والتوفيق، وأعتقد أننا سنبقى جميعا جنود مجندون وراء صاحب الجلالة نصر الله، وكذلك جنود مجندون وراء هذه الطفرة الكبيرة التي وصل إليها المغرب والتي عرفتها بلادنا فيما يخص المسألة الإلكترونية. شكرا على التوضيح. بالنسبة للإضافة، سعيد مصفاوي مدير جريدة الحياة الآن، عضو الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني بالمغرب. من بين التصورات أو الأهداف كيف قال الأستاذ الدكتور محمد الهلال، وهو أن الكونفدرالية المشروع اللي وضعات أمامها، وهو إعطاء واحد الصورة أو إعطاء صورة للإعلام الإلكتروني المستقبلي من خلال إحداث هذا المركز اللي تكلم عليه الأستاذ، حتى نضع سكة أو خارطة الطريق لمن سيأتوا من بعدنا، وهذا كله في سبيل إزالة الصورة أو الصبغة السلبية اللي تعطات الجرائد الإلكترونية فيما يخص كونها جرائد ديال الفضائح. هنا ارتأت الكونفدرالية المغربية لنشر الصحف أنها تضرب هذه الصورة بصورة حقيقية، خصوصا وأن العالم الرقمي هو عالم جديد، الانخراط فيه يجب أن يكون مبني على أسس علمية، ومن هذا الباب هذا علاش ارتأت الكونفدرالية أنها تأسس هذا المجلس من مجموعة ديال الدكاترة الباحثين اللي غاديين يرسموا معها الطريق الصحيح للجرائد الإلكترونية المستقبل. الأستاذ دكتور محمد الهلال، أستاذ جامعي وفي نفس الوقت عضو المنظمة، واحد منظمة دولية تسمى بمنظمة المواطن العالمي مقرها بنيويورك، ومنتم في نفس الوقت الرئيس مركز دراسات وبحوث الثقافة والاجتماع والاقتصاد والإعلام الإلكتروني اللي تابع الكونفدرالية المغربية لناشر الصحف والإعلام الإلكتروني. إذن واحد الكلمة مختصرة في ختام هذا اللقاء الهام هنا بالدار البيضاء. وفي الحقيقة يعني لقاء من أهم اللقاءات، ماشي هام كاع، لأنه من أهم اللقاءات اللي تعقدت. وفي الحقيقة اللي كتحاول تبحث على كل ما له علاقة بالمواطنة وعلاقة بالجانب الإعلامي اللي عنده دور كبير في نشر ثقافة المواطنة وثقافة الحوار وثقافة الانتماء لهذا البلد هذا. وأيضا كاين شيء مهم جدا، وهو أن الكونفدرالية آلت على نفسها أنها تنظم هذا الملتقى هذا، لكيبين فعلا أولا كيبين بأن هناك إعلام إلكتروني اللي في الصف الأول وفي الواجهة، تبين ثانيا أننا غادي نخرطوا بقوة عن طريق هذا المركز وعن طريق الكونفدرالية مع السي الحراق بقوة في مجال ديال الإعلام من ناحية المعرفية. ونقطة ثالثة هي تدويل هذا التدويل، ماشي تدويل القضية ولكن تدويل تعرف على القضية، يعني أننا غادي نجعلوا واحد الإعلام كوني، وهذا الإعلام الكوني المعلن عنه داخل الكونفدرالية غادي يقوم عن طريق المركز بالتعريف بمجموعة من القضايا الكبرى والمقدسة ديالنا، بالإضافة إلى تشكيل أو وضع أسس ولبنات ديال واحد المجتمع ديال المتلقين اللي الان ولاو عن طريق شبكه التواصل الاجتماعي، واللي فعلا لانهم محتاجين فعلا للتوجيه، محتاجين لادراك ان الهويه المغربيه هي هويه معرفيه اكثر منها جغرافيه، وهي ثقافيه اكثر منها سلوكيه. وكذلك نشكر الاخوه الاعلاميين حتى هما اللي اهتموا بهذه القضيه هذه، لانه فعلا نحن بحاجه الى اعلام عالم، نحن بحاجه الى ثقافه حالمه، نحن بحاجه الى بيان يبين
بطريقة عقلانية طبعا، ولكن أيضا طريقة وجدانية، عدم الوقوف على المحبة الفارغة، فهي محبة ممتلئة بالعلم، ممتلئة بالمعرفة، ممتلئة بعقول نيرة يمكن لها الدفع على هذه القضايا، وهذا هو النموذج التنموي الجديد اللي نادى به صاحب الجلالة. إذن شكرا على التوضيح.